السلام عليكم، هلا والله فيكم وحياكم في مقطع جديد. معكم اخوكم مبارك القحطاني. مقطع اليوم راح نلعب فيه سوبر ماريو ميكر 2. مقطع اليوم راح نكمل فيه رننا السوبر اكسبرت الطويله اللي ان شاء الله تكون طويله ونكمل فيها مراحل اكثر. فيلا لنطلب المقدمات، لا تنسى اللايك والاشتراك، خلونا نوصل للـ100,000 قبل نهايه السنه. ما اتوقع قبل نهايه السنه بنوصل، بس عموما خلونا نوصل 100,000 في اقرب وقت علشان نبدأ بالهدف الثاني اللي بعده واللي هو المليون إن شاء الله. يلا خلونا نبدأ. يلا نكمل رننا الأسطورية رن السوبر إكسبرت المرحلة التالية. سوبيدورن، مكتوب سوبيدورن مرتين بس ما هي سوبيدورن. 300 ثانية وما حد خلصها، لعبوها بس 5. هل 300 ثانية سبيدرن ولا راح سبرينج؟ اوكي اوكي. لا ما هي سبيد رن فور شور، ما هي سبيد رن. ليش دبا 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 دع؟ ادخل الفايف ولا لا؟ ولا انزل عند الميكا كوبا؟ المكان الوحيد اللي اقدر انزل عنده عند الميكا كوبا. جهز سكيب. لا بورب بورب، ما ابغى انزل. خايف اني انزل. اوكي هنا ما في مكان اصلا عند الميكا كوبا، توقعت انه مفتوح في مكان. طيب نكمل. نصبر نتاكد. انا مصدوم من فوز، انا مصدوم انه ما في كايزو بلوكس. جرب الباب الأحمر. الباب فوق يحبسني. سوفت لوك. لا لا ما بجرب. هنا في هنا في بلوك. اوكي بلوكتين. شو حسب ان طول الطريق بلوكات. اختيارات. الأحمر كأني شفت الأحمر في العالم الرئيسي اللي عنده بي بلوك صح؟ لا الأحمر الموت، كأني شفت أحمر ثاني عنده بي بلوك. أوكي أوكي نعطيها محاولة نجرب. مشكلة أبغى ونبات، عندي ونبة واحدة ما أتوقع كفاية. أنا توقعت البايب هذا يجيبني هنا، فكنت ابغى اجربه اتخلص من اختيار الاحمر، عرفتوا؟ طيب عطني بارب. نكمل طريقنا بس نفس الشيء. اتوقع اختيارات، بجرب الاختيارات الثانيه اللي لا هي اصفر ولا احمر، اما اخضر او ازرق. بجرب البعيد. ونبات. فوز مع ونبات، نايس. شوف اعطاني ونبات بس في بايبات تموت، فبايبات تموت عندي قانون بو على طول. ولا هي سبيد رن. اوكي المرحله التاليه. ريميك ماريو وورد رود ستار 5. لازم اجمع اتليست 999 قرش. يا ساتر. 14 لايك من 139 دقيقة و 34. باور اب؟ ما في باور اب. قروش يعني في ونبات. الحين صرت ما اشوف الا ونبات. يلا نجرب بسم الله.
يا ويلي ولا يا ويلي ولا في سويتش بورب بورب في عينه بي اوكي بي سويتش على البلاتفورم اللي هنا. او لا 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 راحت علي قروش يا رب ان في زياده. بسم الله يوكن اسمنت والله اسمتني مت. شفت القروش في اخر لحظه وكملت النطه قلت مت مع الاسف. هذه كيف اعديها سبن. واو في يوشي اللي يعني اللي ضحك ان هذه ونب اصلا مشرومه المعفنه ونب في هذا العالم. فلما يختار العالم هذا تصير مشرومه معفنه. هنا قلنا بعدين نطه طويله يس. هنا المشكله ان النطه هذه مره خايسه. راحت ثلاث ارواح. الان نتكلم اني اطلع نفس الارواح اللي خسرتها يعني ما ازيد، لا على الاقل ارجع اللي خسرته. المشكله مو بهنا، المشكله ان بعد هذيك النطه الخايسه فيها شل جمب. ما شفت البيت اللي هناك فاكيدنا شل جمب. بسم الله. يا اخي المومنتم المومنتم مش معقول ذا المكان. هل انا قاعد ابالغ ولا صدق صعب النطة؟ ما ادري والله. هل انا نطها من البيرانا؟ هل انا نطها من لا بيرانا صعب، ما اقدر اوصل لاعلى شيء في البيرانا. بسم الله بسم الله يا رب. ياس اخيرا اخيرا شل جمب. خايف والله خايف. فو 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 ما في من إشارات غريبة. ما يخش ما يخش. في النهاية في أربع وين أروح؟ اوكي. واو قروش. قروش في الهبل ومعي كيب. اطير من هنا؟ اوه ماي جاد. دقيقة عشان اضمن النطة. الخايسة هذه لماني قايل. طيب ابغى اطير. دقيقة هناك في البلاتفورم حق القروش بس ما يكفي. يكفي بلاتفورم حق القروش؟ دقيقة خلنا اللي كان قروش بعدين صار اللي قصدي هو بي سويتش. ما في بلاتفورم كان غدر فيني ارجع عليه صح؟ ولا دقيقة دقيقة خلني اطير طيران حلو. خلني اطير طيران حلو من البلاتفورم هذاك بس بترك يوشي كذا. ما ادري بترك يوشي ولا عشان اسوي وقق. لا
ارجع البلاتفورم هذا واطير على فوق صح؟ وين البلاتفورم؟ هذا البي سويتش. يس هالكلام. هل في قروش كفاية اني ما يدخل البايب؟ لا ولا واحد فيهم قرش. ولا واحد فيهم قرش. البايب ما يدخل. لا تموتني تكفى. الله يخليك مت كفاية. اوكي مكان القروش. اما اقعد اجم بقعد اجمع هنا. يلا تسريع تايم. جمعت الشرط. طيب جمعت الشرط ومعي 97 وفي النهاية في 200 او 250 قرش شفتهم خمسينات. ان شاء الله انه 200 عشان يبقى لي 97 في النهاية. هذا المفتاح. هذا الباب حلو. اشون المفتاح ما متخبي ولا كنت بسوي سكيب صراحة. ماني فاضي قد ادور المفتاح. 200 يا سلام. يا سلام. النطة حقت الشوكة حقت البايب هي اللي طيرت ارواحي صراحة. ولا مفروض كان زت. مت فيها موتين او ثلاثة موتات وموت عند المنشار. عموما واضحة المرحلة ما فيها شيء متخبي. لا ليك ولا ابوه. المرحلة التالية. ياباني. والجنبات 92 تسع لايكات 49 ثانية. شوفوا عشان هول جنبات لافا ما ترتفع بعطيها محاولة واحدة. فيها 2 ريد كوين ما اتوقع فيها ونبات لانها في النهاية شكلها ما فيها اعداء لانها بس هول جنبات شكلها. وبرضو ما في علم لانه قلعة. اوكي محاولة واحدة إذا مت سكيب على طول. هذا الريد كوين الأول. في أرض في أرض في أرض في أرض. أنا ليش متوتر؟ محاولة واحدة مت كان بها ما مت. كملنا. هذا الريد كوين الثاني اقدر اقط السبرينج في اللافا و اروح اخذ القرش بس خليني على الطريقه اللي سواها المصمم احسن. صح. اوكي القرش ما كنت ادري وين مكان القرش. طيب الحين عرفت مكان القرش. في تشيك بوينت بعطيها محاولة زيادة. لأن ممكن القروش نهاية سرية لأنها قبل التشيك بوينت فممكن يكون في ونبات. ممكن ما يسيء ما يسيء. أنا بس كنت متوتر بس. إن شاء الله ما أموت. محتاج أموت عشان هذا. وبدأت تصعب. حركة الدرج هذه صعبة شوي. نطيت والله والله نطيت وربي اني نطيت. راح المفتاح. الحين صارت ما تسوى نوعا ما. لو كان المفتاح اصلا نهاية سرية او ونبات او قروش. انتوا تعرفوني ما راح اسكبها صح؟ عارفين اني ما راح اسكبها صح؟ ياهو كمان كمان ترى شوكة واحدة
كله جدار إلا شوكة واحدة، قاعد أضرب في الشوكة ليه؟ ونبات حرام. بس في قروش. هل طبعا ونبات المفتاح فماني رايح فوق او قصدي ماني رايح تحت ولا فوق، ما ادري زبده وين. كان يمديني اجمع قروش هذا ما توقعت ان الفوز هنا اصلا. لاني ابغى اوقف فوق فرحت بالغلط مع الوال جمب فتوهقت الا فوز. حلوه صراحه المرحله، مره حلوه. فرقت على منبه واحده ما تفرق، ان شاء الله نجمعها في المرحله الجايه. يلا المرحله التاليه. كاسل اوف جراوند. الغاز. ايش يطلق؟ نزل لي سبرينج. باو. اوكي. ادخل الباب. كلها كذا يعني الغاز وحركات. اوبا. ارمي السبرينج ينزل شيء. باين. اوكي احسن من عدو. تشيك بوينت. كم الورد ريكورد؟ 47 ثانيه. نفس الشيء موت اسكب. طبعا انا اتكلم بس ما انفذ. المفروض اروح على طول، المفروض اروح على طول. هناك فيها بيتل ارميها على قدام. السؤال هل اعطيها محاولة زيادة ولا لا؟ لان الصراحة انا ما اعطيتها حقها يعني. المفروض اروح على طول كذا ونط على طول. ايه اوكي، ما هي صعبة ابدا ابدا، ما هي صعبة. ارميها على قدام. واو. شوك 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 شوك. انتبه 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 انتبه. اوه وش اقول ايش فيه هنا. اوكي طلع فيه. اوكي في بي سويتش. انا طالع الدونت على بي سويتش. يا اخي هنا التشيك بوينت مش هناك. اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد. تمزح تمزح. اي مش ذاك الصعوبة، مشكلة في الطيران. اي كذا يا شيخ. اي اوكي بلس 1 زودنا روحنا. صراحة حلوة، أنا ما أدري ليش كنت خايف منها، لأنها ماريو 3 ولأنها كان فيها كيب. اللي شوية كنت خايف منها، بس سهلة مرحلة طلعت. يلا المرحلة التالية. Watch out for the chainsaw. انتبه من الشينسو. ما حد خلصها. محاولة واحدة، صفر لايكات. أوكي. بلعبها برا. حاول نروح الجهة الثانية.
اوكي بس خلصت؟ اه خلصت والله. مو صعبة. صعبة؟ لا مو صعبة. حلوة والله، صدقون أول مرحلة موية يعني أقول إنها مرحلة مرة مرتبة وحلوة الصراحة. وأكيد تستاهل لايك، بس كانت بتاخذ مني أروح واجد وما كنت بجمع أروح. عموما استحقت اللايك. 9 بازل رومز. اوكي الغاز. طيب هذا اكيد 100% اني افتح فيه لون اوف، بس قبل لا افتح لون اوف خلني اخذ ال 50 و افتح الاون اوف، اخلي المشرومه تهرب وتروح تجيب لي حسب مفتاح الباو وتخلي الباب. هذا رقم واحد. رقم اثنين عندي بي سويتش، طبعا ما في ريست لاني رجعت ما اقدر ارجع مره ثانيه. عفوا ورا الكاميرا ما في شيء. الخمسين كيف اخذها؟ انا ابغى وانا ابغى اروح الجهه الثانيه. طيب البايب شو يطلع؟ البايب لازم يطلع شيء يفيدني، او اجرب هنا في شيء ولا لا؟ ما في شيء. طيب خلينا نضغط البي سويتش واضغط ستارت على طول. ريشة بسرعة طلع يا بايب. ريشة لازم نروح فوق. اه اوكي اوكي ما تفرق ما تفرق ما تفرق ما تفرق لان بقدر اكسرها. اوكي اوكي اقدر اطير كذا. اوكي حلو. هذه الغرفة الثانية خلصناها. الغرفة الثالثة. اوكي نايس الغرفة الثالثة وخلصناها. الغرفة الرابعة فيها جيجي بوينت. ما راح اسوي حركة الونب. اوه ما عندي وقت. 100 ثانية بس. وراو وراو اقدر اسست. اوكي جبنا السبرينج. الغرفة الرابعة خلصناها. مشكلة ما في وقت. الغرفة الخامسة. مشكلة وين البي سويتش؟ بتقبل الموتى. اوكي لقينا البي سويتش. ندخل البايب. في القمر. هل احتاج اني المسه؟ هذه غرفة السادسة صح؟ اخيرا. والله اللغز حلو صراحة، ذا فكرته حلوة. أم
افتح الطريق بالقنبله يعني. بس في قنبله واحده. اوه يعني احرك البلوك سنيك والحقها عند الباب. بسرعه. واو توقعت صح بس ما لحقت عليها. افجر اي بلوك معناها كذا مت انا لاني ما اقدر ارجع. اوه يس كمان والله استحقيت اني ارجع صراحه. ليه خلاني ست؟ طيب ما ينفع ريست لان بفجر بالقمله في كل مكان. طيب نعطيها محاوله زياده بس. اي بلوك افتح هذه كذا بيصير بسرعه ارجع. يا رجل لا وقفت والله وقفت كمان حرام والله حرام والله حرام. يلا علي علي كنت أوقف هنا. ريست موت. لا أشوى مش موت أشوى كيف ألحق على الوردة؟ من فوق. أوكي شكرا على الريست هذا. شكرا أنك ما موتني. روحي بعدين كذا. أيوة أدب يا وردة أدب يا وردة يا وردة أنت. أخيرا الله صعبة. باقي آخر غرفة آخر تحدي. هذا الفوز. أحتاج البي سويتش. دقيقة هذا اللغز كيف؟ لأني دقيقة اصبر علشان ما أخسر وقتي. طيب أنا الحين باخذ الباو ورا الكاميرا فيه البي سويتش. خليني أوريكم ورا الكاميرا فيه البي سويتش ومغطي عليه مونشر. أنا أحتاج أقتل المونشر علشان أخلي المدافع يطلقون على البي سويتش. أوكي سهلة عقدتها. أنا عقدتها بس أقتل المونشر وأخلي مدفع واحد يطلق بس. يلا اطلقوا رجعوا يسوون الحركة الخايسة. يس تعبني والله تعبني. رجعنا 30 صراحة حلوة مرحلة استاهل لايك بس لا تعودها يا سويدي. المرحلة تخيلوا كل هذا بس 5 مراحل. يا ساتر التسجيل ترى 1.5 ساعة على فكرة. يلا المرحلة التالية. JSF Comics Nightmare. تخوف Nightmare. دقيقة 27 ما تبين انه Nightmare. دقيقة 27 كامك اللي هو ماجيك كوبا. اوكي يقدر يفتح لي الكايزوهات. ليش السبرينج مشروم؟ مش مشروم. روح مشروم تكفى. مش مشروم
لا تمزح. افتح الطرق. شكرا. من صبر نال. من صبر نال. والله كنت على وشك اسكبها والله. كيف بدقيقة وسبعة وعشرين؟ كيف؟ اعطيها لايك ولا بو؟ بو. انا متعبة صراحة. بس كيف دقيقة ونص؟ كيف؟ يلا المرحلة التالية. بلوك ستاب ثرو ريبيت. لينك بلوك ستاب ثرو لا ريد كوين. اوكي من هنا. انا ماشي صح ولا لا؟ ما ادري. هذه بلوك. اوكي اتوقع هنا اغير الاون اوف. لا 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 صل على النبي. بغى ينطلق انطلاق. شفتها من فوق هذه. الحين اسوي ستاب على هذه عشان ما اخذ الوردة. اوكي بعدين نفتح الطريق. صدها. وين اروح؟ وين اروح؟ فوق. اوكي فوق. بعدين نسوي كذا. بعدين نرمي. بعدين ايش؟ انزل تحت يعني؟ هذه نزلت وراحت يسار. فاكيد انه في يا اخي كيف بعرف؟ والله صدق انا كيف بعرف؟ اعلق على يمين. طيب على الاقل فيها ونبات. اوكي. ريبيت. يلا وصلت من جديد من المكان هذا. علق يمين بس علق يمين. يلا بسم الله. اوه ماي جاد. اقدر اطير اللافا بابل. اوكي فهمت. اطير فوق. سهل المكان الأخير والله سهل. حرام. أما هذا آخر شيء كمان. والله حلوة المرحلة صراحة. ما أعرف ليش ما حد خلصها. أوكي
زائد واحد مت موتين وخذ ثلاث أرواح. طولت كثير طولت كثير ساعتين تسجيل بس لين أخلص سبع مراحل. والله شكلها بتكون رن متعبة لأن في سكبات واجد صراحة، لازم أسوي سكبات واجد ولا ما أمشي. يلا المرحلة التالية هي أباني كوسو. ثمانية وعشرين ثانية منزل على راسي قنبة. شوفوا للأمانة اللي حط لي بابي موت كده قدامي في وجهي أتفائل فيهم كده، أحس إنهم مصممين ترولات شوية الغبية هذه، أو يمكن هو يوريني إياه يقول لي لا تدخل ولا باب، علامة يعني انتبه لا تدخل ولا باب. جايز هل معك مفتاح شيء؟ ما معه مفتاح. يا سلام الفوز يا شباب. تعال او ماي جاد. حرك السنيك بلوك. ما اقدر اروح من فوقهم، في منشارات. ثلاثة منشارات. استهدي بالله يا ابو الشباب. ياهو بيبان، لا انسى. بيبان انسى، ادخل بيبان. حتى بيبان هنا بالاخير ورا الكاميرا في باب، ما ادري يبين معاكم ولا لا. الفوز على بايب، الفوز على بايب. طيب وين انزل؟ اوه اشوى. ولا ادخل الباب هذي، ايش مخبيها؟ شو الكاميرا مغطية بس طلعت الباب. الباب يذبحني، ينزلني على البورينج. لو وصلتهم كم مكان قدرت اعدي. تزحلق الجدار، في ارض، في ارض قدامي لاني شفت الصبار. اوكي لا ادري اروح فوق. يا اخي اكثر موتة تغبني هي موتة الثوم. اتوقع هذا البايب هو اللي يفوز، اتوقع. الثوم بالمخفي أكثر موتة تنرفز. يوه خلاص خلاص، توقع المرحلة في الجيب. لا بعد حط ثوم صغير بعد معاه. طقم. طيب أبو العلم. يلا ما في ونبات. أوكي استحقت البو. الورد ريكورد شكله راح من فوق الأشواك المنشارات، بس ما أدري كيف صراحة، يبغى لها مرة مهارة. يلا المرحلة التالية بيتت بيري بيري بيري. No one wants to be defeated. Show them how funky strong is your fight. أغنية مايكل جاكسون. لولو اسمه لولول، ولعبها خمسة ما حد خلصها. يا أخي المراحل اللي
ما حد خلصها ولعبوها قليل، تحمس ان واحد يجرب. انا في امل تكون مجانية صراحة. هلا بالعيال، هلا والله. روي عليها ماجيك كوبا، يا سلام والله. لما يصير كذا ما يختفي. اوكي خلص منهم حبة حبة. هلا بالكلاون كار، تعال 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 يا ابوي تعال. ارحب. ارحب يا الكلاون كار، ارحب، تعال تعال تعال. الله اعز اغلى من يجينا يا ابو الشباب، تعال تعال. كنت أن أموت. خلني لا أزعجكم بال ويت 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 ويت. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خلني أكشطهم تكشيطا. واخروا انتوا يا ال انتوا استرعت المزعجين. جمعتوا نبات. يا سلام تمشيط. بقى احد؟ يا أخي خلاص. يس يس بو. تعبت تعبت. يلا آخر مرحلة. ايرشيب ارتش بيليكو. اوه اربعة لعبوها ما حد خلصها. انا اتفائل فيهم ذولي بس انها اوتو سكرول. اوه مشروم تعول. اوكي يا رب فيها ونبات. أرحب يا يوشي. أوكي مع السلامة يا يوشي. راح كل شيء يا يوشي. نطنط على كوبات بعدين. اوكي تحت. تشيك بوينت. يس في شيء فوق؟ ما في شيء فوق. يس بور اب نايس. والله صدف. والله صدف.
اي اخر صواريخكم عني. فوز حرام ما في ونبات. هل اقدر اجمع على ذا؟ بس مشكله ما اقدر اسوي وول جمب. شويه صعبه هنا وول جمب. ما في. اوكي على الاقل يعني بلس 1 احسن من لا شيء ولا. اوكي حلوه مرحله صراحه تستاهل اللايك. اوكي طيب وبس يا شباب كان المقطع اليوم. اتمنى عزيزي المشاهد تكون مستمتع معي بالمشاهده ومستمتع معي بالسلسله. وصلنا مرحله 20 ومعنا 34 حياه. نشوفكم ان شاء الله مقطع جديد. سلام.